كف مريم النهارده هنتكلم عن الهوى، والهوى مش يعني الحب، الهوى هو اللي احنا بنشمه، اللي هو بتاع التكييف ده، الهوى بتاع الشارع اللي احنا بنشمه. لازم نعرف يا جماعه ان الهوى ده هو اساس حياتنا، احنا عايشين بيه بس احنا مش واخدين بالنا، بنستهون بيه بس. اول ما نطلع بلد كده فيها شجر وغابات، انا سافرت من فتره كعش في جنوب تركيا في يوم من الايام، وقعدت فيها اسبوع كده بشتغل يعني، وبعدين اكتشفت ان انا بشم هوا تاني خالص، في شجر مختلف. انا قاعد في مكان فيه غابه كبيره جدا جدا، وقاعد عمال اشم في هوا نظيف. انا بعد اسبوع تحولت لحاجه تانية خالص، بس لازم تعرفوا ان قبل الاسبوع ده ما يحصل، انا قررت ان انا انزل اتمشى حوالين المكان اللي انا عايش فيه، وطبعا بعد بالظبط ربع ساعه من المشي الجامد الرياضي المبسوط والسمانه والكلام ده كله، انا شحرت زي وبور فحم بقاله من سنه 1803 شغال. ليه؟ لان انا اكتشفت ان انا جوه الرئه في طينه غير طبيعيه. لازم تعرفوا ان انا ما بشربش سجاير، ما بقعدش مع حد بيشرب سجاير، ما بشربش شيشه، ما بعملش اي نوع من انواع الدخان. انا بخاف جدا على الرئه، لان انا يعني حاسس ان احنا بما فيه الكفايه عندنا تلوث، فمش طالبه نديها اكتر من كده. بس اكتشفت حاجه مهمه، ان الهواء اهم من اي حاجه، اهم يمكن من الاكل ساعات. رقم واحد في كف مريم، لازم نعرف ان الهواء الملوث ده لازم نتجنبه بشكل فعلا فيه رعب. ليه؟ لانه 7 مليون بني ادم على مستوى العالم بيموتوا من الهواء الملوث. هواء بس يا جماعه، على فكره اعرفوا ان اكتر بريديتور، عشان بس ما تستهتروش بحاجه، بيموت البني ادم على مستوى كوكب مش هزار، الناموسه بتنقل امراض بتموت الناس. يعني مش الاسد ومش الشارك ومش الفيل ومش اي الحاجات دي خالص على فكره، رغم ان الفيل ابن لذينة جامد يعني، عشان كده يعني عملت له فيل لزق. بس اقصد انه لازم تعرفوا ان الحاجات البسيطه اللي ما بنشوفهاش بتقتل اكتر، الهواء الملوث اللي انتوا قاعدين جنب محطه قطر وبتشموا وشغالين. والله يكون في عون كل بني ادم مشتغل في مكان من الصناعات او من القطارات او من اي مكان بيعمل فيه انبعاثات، لازم يحط كمامه وما يستهترش بالكمامه، لانه فعلا بيعرض حياته لمشاكل جامده قوي، سميات رهيبه ماشية وزرنيخ طاير في الهواء بيدخل رئة ويتراكم عبر السنين، وتلاقي هوب فجأة عمل لك جلطة وانت مش عارف ده جاي منين اصلا. رقم 2 هو الاطفال بتوعنا، هم اكتر كائنات بتتعرض للمشكلة دي. يعني اذا كان انت النهاردة حد كبير وبلغت وكبرت وبقى عندك تطعيمات وقدرت تقاوم حاجات كتير في حياتك وعدك كوفيد وبتاع، الطفل ده لسه قطنة بيضة. فطبعا في النهاردة 600,000 وفاة لطفل مبكرة بتحصل عبر العالم، عشان نعرف انه 60% من الوفيات دي كلها بتبقى عبر الهواء. شوفوا قد ايه الموضوع صعب، يعني ولادنا لازم يبقى فيه فعلا تنقيه لكل الهواء اللي بيشموه بشكل كبير. لازم نعرف ان التلوث والفقر لازقين في بعض، يعني كل ما يكون في فقر كتير وفي اقتصاد فيه مشكله، دايما لازم نعرف انه الفقر جاي يبقى جنبه التلوث، لان اللي شغال ده النهارده بيشتغل بوقود تعبان، هيحط جاز بدل بنزين، هيجيب مكنه تعبانه عماله تطلع دخان اسود لانه معهوش فلوس، هيحط اي نوع من انواع السكن جنب اي مقله بتاعت لب بتطلع دخان، مش هقول يعني مصانع. إذن أنا عندي مشكلة إن كل ما يبقى في فقر، كل ما يبقى عندي الناحية التانية على مستوى العالم في 4 مليون شخص من 7 بيموتوا بسبب التلوث الهواء اللي موجود عبر المناطق الفقيرة اللي بتطل على مصانع وأماكن تكرير وأماكن تنقية مش عارف فوسفات وصناعة أسمنت. ليه؟ لأن الشركة اللي موجودة اللي بتصنع الأسمنت دي مش حاطة فلتر أصلا، لأن هم مش لاقيين ياكلوا، فالموضوع بايظ. فطبعا الفقر والتلوث لازقين في بعض، متجوزين بعض. رقم 4، لازم نعرف ان سعر الوقود كل ما ينزل كل ما التلوث بيزيد، لان الموضوع افوردبل، يعني انا قادر عليه ان انا ادفعه للناس واجيب وقود واتحرك كتير، وده بيتعمل له ميزان على مستوى الدول. لازم نعرف انه النهارده كل دوله بتتقاس بمدى العادم اللي بيطلع منها، فالمنظمات اللي بتيجي من بره تقول يا نهار ابيض انت عندك عوادم كتير، نوع عمل عليك عقوبات اقتصاديه. هو حقيقه الامر ده شغل، ده ناس شغاله، يعني عربيات ماشيه كتير، يعني بنتحرك طول الوقت، يعني بنركب مواصلاتنا احنا، بنركب عربياتنا احنا، البنزين رخيص فانا تمام. على العكس الدول العربية، الدول الغربية بيحطوا بنزين غالي، المواصلات عندهم جيدة جدا، في رفاهية في العيش، فالناس بني آدم بيزب بدلته، سي او بيمركب العجلة بيركب الأوتوبيس، ما فيش مشكلة عنده خالص، فبيوفر، فالدنيا تبتدي تقل كتلوث عبر الدول المتحضرة. فده برضو نعرف ان اسعار الوقود مرتبطة جدا بانها او ما تنزل الدنيا بتبوظ اكتر. رقم 5، لازم نعرف كمان ان استنشاق الهواء النظيف ده ليه قانون، والقانون ده مهم جدا على مستوى الدول وموجود ولكنه مش بيتطبق على مستوى الدول. يعني انا من حقي جدا لو انا ساكن جنب مكان بدا يبعث حاجات مش كويسه ان انا اعمل بلاغ وييجوا يشيلوا هذا الضرر، لان انا هموت على فكره. ده زي بالظبط كان بني ادم بيحاول يولع في بيتي. فالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ده كله بيقول يا جماعه لازم الدول تلتزم بفكره الهواء النظيف، والا ده بنعرض حياه اطفال ما لهمش اي ذنب بالموضوع. اذا الموضوع كبير وليه قانون، ولازم نعرف ان هو فعلا مؤثر في حياتنا، بس احنا مش دارين لان احنا مش شايفينه، لان الهواء مش موجود. هو طول ما احنا مش شايفين حاجه ما بنصدقش بيها خالص. خلوا بالكم من نفسكم، اشوفكم بكره في مكان.